اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الرياض اليوم مع سعادة السيدة ديمة يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي. وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة التعاون الرقمي في توظيف التقنية للوصول إلى اقتصادات رقمية تخدم أهداف التنمية المستدامة، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمنظمة في مجال التحول الرقمي بما يحقق الأهداف المرجوة، وتدارس تعزيز الجهود لزيادة وتطوير برامج المنظمة وتوسيع عضويتها.